الدايت او الرجيم كلمة مهمة بقت تشغل تفكيرنا في الوقت الحالي. كلنا نفسنا نوصل للوزن المثالي ونلبس اللي يعجبنا، بس ده محتاج تضحيات كتيرة، محتاج اعادة تنظيم لحياتنا وطريقة اكلنا وحركتنا. هنا هاجر هنعيش معاكم كل ده، طريق الصحة والوزن المثالي في الاهلي دايت. كتير من الناس بتشتكي انها بتعمل دايت بس مش بتخس، وده بيعمل احباط ويخليهم يرجعوا ياكلوا زي الاول. كل شخص وله الخريطه وبصمه خاصه بيه، مش كل نظام غذائي يصلح لكل الناس، وكمان الحاله النفسيه بتلعب دور مهم، والصبر وعدم التسرع هيجيب نتيجه. عشان كده هنحاول النهارده نجاوب على السؤال ده، ليه مش بنخس؟ خليكم معانا في الاهلي دايت. ليه الناس ما بتخسش؟ ده سؤال مهم جدا، وكل الناس دايما عايزه تعرف ايه الاسباب اللي بتخليها ما بتنزلش في وزنها. الحقيقة دي أسباب كتير جداً، مش الأكل بس هو اللي يخليك أن أنت ما تخسش أو عدم ممارسة النشاط البدني، لكن في مجموعة من الأسباب، سواء أسباب مرضية أو أسباب ليها علاقة بالسلوكيات والعادات الخاطئة اللي ممكن نمارسها خلال اليوم. خلينا نتكلم الأول في الأسباب المرضية، ونتكلم بعد كده في الأسباب اللي ليها علاقة بالعادات والسلوكيات. أولاً الأسباب المرضية زي مثلاً نقص فيتامين دال. فيتامين دال 3 مسؤول عن حرق الجسم، ده مهم جدا ان احنا نعمل تشيك عليه. طب ده بنعمل تشيك عليه ازاي؟ بنعمل عن طريق الفحوصات الطبيه او تحليل بيأكد لنا ان النسبه بتاعه فيتامين دال دي نسبه مظبوطه، وهو لازم يكون اكتر من 20. لو لقيناها اقل من 20 فاذا فيتامين دال في مشكله، فبالتالي هيعطل لي منظومه الحرق، فبالتالي جسمي ممكن يزيد، مش بس انه ما يخسش لكن ممكن كمان يحصل زيادة في الوزن. والحقيقة الناس اللي عندهم نقص فيتامين دال هي ناس معينة، اللي هم السيدات اللي بعد سن 45، لان انقطاع الطمس او انقطاع الدورة الشهرية والسن اللي احنا بنقول عليه يعني سن اليأس، وانا الحقيقة ما بحبش اقول عليه سن اليأس، ولكن هو سن ضعف الهرمونات. الحقيقة لما بيوصلوا للسن ده بينقص عندهم فيتامين دال، وده أمر طبيعي جدا. فالسيدات بعد سن 45 لازم إن هم يعملوا تحليل فيتامين دال، ويعملوا تشيك عليه كويس جدا، ويتأكدوا إن ما عندهمش فيتامين دال ناقص. كمان البنات أو الأولاد اللي ما بيشربوش اللبن أو ما بياخدوش منتجات ألبان، الناس دي ممكن تكون عندها نقص فيتامين دال، فده مهم جدا جدا. وبعض الناس اللي عندها هشاشة عظام، أو بعض الناس اللي عندها الغدة الجردرقية فيها مشكلة، فبالتالي عندهم نقص في فيتامين دال ونقص في الكالسيوم، فدي مشكلة نقص في فيتامين دال. المشكلة التانية الطبية اللي احنا بنشك فيها وبيكون ليها علاقة وارتباط وثيق بمسألة ضعف الحرق وتخلينا ما نخسش وما نفقدش وزن، هي ضعف هرمونات الغدة الدرقية، الثايرويد هرمونز. هرمونات الغدة الدرقية اللي هي التي 3 والتي 4 والتي اس اتش، الهرمونات دي ليها ارتباط وثيق جدا بالحرق. والحقيقة ان اخر احصائية عملتها منظمة الصحة العالمية لقت ان اكتر من 50% من سكان الكرة الارضية عندهم نقص في هرمونات الغدة الدرقية، وده نتيجة للتوتر ونتيجة للانفعالات ونتيجة لحاجات كتير وسوء التغذية والاكل اللي مرشوش بمبيدات. فخلينا نقول ان دي مشكلة منتشرة وعند معظم السيدات كمان، فخلينا نحلل هرمونات الغدة الدرقية، لان النشاط بتاع الغدة الدرقية معناه حرق مظبوط. ولو الهرمونات دي ما فيهاش يعني فيها مشكلة وفي ضعف للغدة الدرقية، فده اذا ليه علاقة كبيرة جدا بضعف الحرق. فدي المشكلة التانية، هي مشكلة الغدة الدرقية. الحاجة الثالثة من الأسباب المرضية هي الضعف في الهرمونات الأنثوية. ضعف الهرمونات الأنثوية دي عند كتير جدا من البنات، نسمع عن بنات عندها تكيسات على المبايض، أو عندها الدورة الشهرية مش مظبوطة، بتيجي بتأخر شوية، أو بتقعد بالثلاث أربع شهور ما بتجيش. فالبنات دي احنا بنقول لهم لازم تروحوا لدكتور نساء علشان يظبط الهرمونات. مهم جدا ان الاستروجين بتاعك، لان ده ليه علاقه كويسه جدا وعلاقه وطيده بالحرق وبان جسمك يبدا ينزل والشيب كمان بيبقى مظبوط. عاده البنات دي بتكون يعني عندهم البيرويد شيب او جسم الكمثرى، يعني نلاقي ان التلت التحتاني عندها
بزيادة شوية أو أكتر من التلت الفوقاني. منطقة الشورت أو منطقة تمركز الدهون بتبقى عندها كأنها لابسة شورت من الدهون، وده بنشوفه كتير جدا عند البنات أو بنشوف سيدات عندهم القصة دي. وللأسف الشديد الأمهات ما بتاخدش بالها من القصة دي، حتى إن البنات دي لما يعني بيحصل لها موضوع الجواز بيتأخر عندهم شوية موضوع الحمل والخلفة، وده بيبقى بسبب إن الهرمونات عندها الأنثوية ضعيفة أو الاستروجينات عندها ضعيفة، ودي لازم تتظبط ولازم إن إحنا نكتشفها مبكرا علشان ما يحصلش تكيسات كتيرة حوالين المبيض وتأثر فيما بعد على الخلفة. وللأسف هي كلها دايرة مغلقة. يعني إيه دايرة مغلقة؟ يعني هي عندها ضعف في الهرمونات هيبدأ يجي لها زيادة في الوزن، زيادة الوزن هتبدأ تعمل لها تكيسات أكتر وهتعمل لها ضعف في الهرمونات أكتر. فهي موضوع كله يعني كأننا في دائرة مغلقة، فإحنا لازم نقلل وزننا ونخلي بالنا من القصة دي. المشاكل كمان المرضية اللي ليها علاقة وارتباط وثيق بمسألة ضعف الحرق وانك ما تخسيش، هو انك يكون عندك مشكلة معينة بتاخدي علشانها كورتيزون. يعني في ناس كتير عندها امراض مناعية، اللي عندها روماتويد واللي عندها حاجات زي الزئبة الحمراء واللي عندها امراض ضعف المناعة. الحقيقة امراض ضعف المناعة امراض كتيرة جدا، فتكون بتاخد كورتيزون بشكل مستمر لانها عندها مرض مزمن. فالناس اللي بتاخد كورتيزون، الكورتيزون ده من إحدى العوائق أو من إحدى الأسباب اللي بتخلي الجسم بتاعنا ما يحرقش، فلازم نخلي بالنا لأن في إجراءات معينة بتتعمل مع اللي بياخدوا كورتيزون. لازم دايماً ناخد الحاجات الخضراء زي الكرفس والبقدونس والجرجير، الحاجات اللي هي الديوريتك، الحاجات اللي بتخرج المية من جسمنا والحاجات اللي هي بتساعدنا إن إحنا جسمنا يبدأ يفضي المية. كمان الناس اللي عندها الضغط عالي، الناس اللي عندها الضغط عالي او السكر عالي بيعلى وبيوطى بيتذبذب، الحاجات دي بتخلي ان الجسم يخزن ميه كتير جدا فيه ودايما بتدينا اوزان كاذبه. فلازم نخلي بالنا من النقطه دي كويس جدا، لان الضغط لما بيعلى او السكر لما بيعلى الجسم بيزيد لان الاطراف بتخزن ميه، فده سبب كمان مهم جدا جدا لازم نخلي بالنا منه. الحاجة اللي بعد كده من الأسباب المرضية إن إحنا يعني يكون عندنا البرولاكتين أو هرمون اللبن عند السيدات عالي شوية، فده برضو بتحليل البرولاكتين ونشوف الهرمون ونتابعه ونتأكد إن هي يعني ما عندهاش مخزون لبن أو اللبن متخزن كان أثر للرضاعة أو عندها لخبطة في الهرمونات، فده خلاها إن هي ما تخسش، وده ليه علاقة كبيرة جدا جدا بان هي ما تخسش. بس كده دي الأسباب المرضية، لكن في كمان أسباب ليها علاقة بالسلوكيات، فخلينا نتكلم في السلوكيات اللي هي ليها علاقة بعدم نزول الوزن. في كمان بعض السلوكيات اللي ليها علاقة وارتباط مباشر جدا بعدم نزول الوزن. زي ايه؟ زي ان احنا ما يكونش لينا مواعيد للأكل. بمعنى في ناس ما بتفطرش الصبح، وفي ناس بتسقط وجبة الغداء نتيجة لأنها عندها شغل ومشغولة وبترجع من بيتها بالليل، ودي كمان الرجالة خاصة بيكون عندهم المشكلة دي، وفي ناس ما بتتعشاش. المشاكل اللي ليها علاقة بعدم تظبيط ومواعيد الوجبات ليها علاقة بالحرق، لأن الجاب اللي بنعمله أو الفترات الكبيرة ما بين الوجبة والتانية بتخلي الجسم يقلل استهلاكه، وده إجراء تعويضي لأن إحنا قللنا الوقود اللي داخل الجسم. البنزين اللي داخل الجسم قل، فبالتالي الاستهلاك كمان كمنظومة دفاعية من الجسم هيقل. فعلشان كده إحنا بنقول إن لازم ناخد الثلاث وجبات وفي مواعيد. المواعيد تكون قبل 10 صباحا نكون بنفطر، قبل 5 مساء نكون اتغدينا، قبل 9 مساء لازم نوقف أكل. لازم start early stop night eating، تبدأ يومك بدري وتوقف يومك بدري. زي بالظبط الأجانب لما بنروح أي مكان وبنلاقيهم إن هم بيفطروا الصبح كويس جدا، وبنلاقيهم إن هم الساعة 7 المغرب بياخدوا العشاء بتاعهم، والعشاء بتاعهم لو تلاحظوا
هتلاقيه خفيف جدا، بياكلوا فاكهه، بياكلوا جبنه قريش، بياكلوا حاجات خفيفه جدا. احنا بناكل العكس، احنا بناكل بالليل تقيل جدا وبناكل الصبح خفيف، او ما بناكلش الصبح خالص، بنفضل طول النهار ما بناكلش وبنيجي بالليل ناكل وجبه دسمه جدا. وده بنفتكر ان دي شطاره، وده بالعكس ده بيبوظ منظومه الحرق. صح ان احنا نعيش زي الملوك في الفطار، وان احنا زي الامراء في الغداء، وزي الفقراء في العشاء. بالليل مفيش اكل تماما، لان مصانع الحرق عندنا بتكون توقفت تماما عن الحرق، فبالتالي اي اكل بناخده بيتخزن. فدي مشكلة المواعيد، ودي مشكلة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. لازم يكون عندنا مواعيد في الاكل، ونبدأ بدري ونوقف بدري. المشكلة التانية من السلوكيات هي مشكلة عدم شرب المية. كتير من الناس بنقول لها اشربوا مية، لكن الناس بتقول انا ما بحبش المية او بنسى اشرب مية. احنا لازم ناخد في الحر 3 لتر مية، وفي البرد حوالي لترين مية واكتر. كل ما بنشرب مية كويس، كل ما ده بيحافظ على حيوية الجسم بتاعنا، وبيحافظ على اداء الاجهزة الداخلية للجسم، وبيخلي جسمنا يفلتر السموم ويطرد السموم اللي هي نتجت عن الايد وعن العمليات الحيوية، واللي هي بتكون سبب رئيسي في ان جسمنا ما بيحرقش. فعلشان كده مهم قوي انك تشربي مية اكتر من 3 لتر في الحر ده، علشان تحافظي كمان على حيوية بشرتك، وتحافظي على معدل الحرق عندك كويس جدا. الحاجة التالتة هي ممارسة الرياضة المنتظمة. احنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في أحسن تقويم، خلقنا برجلين، ودي حاجة كويسة عن سائر المخلوقات. والتمييز ده في خلق ربنا علشان نمارس رياضة، علشان نمشي، وعلشان نتحرك، وعلشان نشتغل. فاحنا محتاجين نمارس رياضة لمدة 30 دقيقة منتظم على الأقل. ممكن نمشي، ممكن نجري، ممكن نلعب رياضة زي ان احنا نلعب رياضة منزلية. في بعض الابليكيشن اللي بتبقى على الموبايل اللي هي بتحس على ممارسة الرياضة المنزلية. ممكن ست البيت ترقص، مفيش اي مشكلة، ولكن ممارسة الرياضة المنتظمة، والرياضة دي مهمة جدا، انها تبقى 30 دقيقة واقل حاجة 3 جرعات اسبوعيا. مفيش رياضة اقل من كده، مفيش حاجة اسمها مرة اسبوعيا او مرتين اسبوعيا. ولازم تفاصيل الرياضة تجراديويت، تزيد. انا بدأت 30 دقيقة، بعد مثلا اسبوع او اتنين اكون وصلت 35 دقيقة، بعد فترة اكتر 40 دقيقة. الحاجة الرابعة هي الحالة النفسية، دي مهم جدا ان تكون حالتك النفسية كويسة اثناء ممارسة النظام الغذائي علشان تخسي، لان ده ليه علاقة بان جسمك يحرق كويس جدا. الحاجة الخامسة والاخيرة هي ان احنا لازم يعني نختار نوعيات اكل ليها علاقه بان احنا نحرق. نختار اكل اخضر زي الخضروات، نختار حاجات زي الفاكهه. تفاصيل الاكل هي اللي هتخليكي تخسي كويس او ما تخسيش كويس. ما ينفعش ان احنا نستسهل واحنا تكون عاملين نظام غذائي ان احنا ناخد سكريات كتير او ناخد موالح كتير. لازم كل حاجه تكون منتظمه ومعيار. وطبعا تنظيم الاكل الصح هو اللي هيخلينا ان احنا نوصل ان احنا يعني نحرق كويس، وجسمنا يبدأ يشغل حرق كويس، ونبدأ نخس بصورة سليمة وبشكل طبيعي وبسرعة وبأمان. بلاش الأنظمة السريعة اللي هي فيها شكل واحد أو شكل ثابت أو دايت كيميائي وهكذا. دي كانت السلوكيات المهمة قوي إن إحنا نشتغل عليها وجسمنا يحرق بتفاصيل كويسة، وتخلينا نخس كويس جداً. أهلا بالراحة بيكم في جيم النادي الأهلي فرع الجزيرة. دلوقتي احنا دايماً بنستقبلكم في أي وقت، كل يوم من الصبح بدري، حتى الناس بتحب تصحى بدري الساعة 8 نكون موجودين معاكم. الناس بتحب تبقى موجودة بالليل، موجودين معاكم لحد الساعة 9 بالليل. طول الوقت ليديز أونلي، بس مفيش أي رجالة موجودين، فدي بتقدم لكم ميزة إن احنا برايفسي عالية. بتقدر تستخدم لبس الجيم المريح بالنسبة لها. الجيم فيه عباره عن ماشينز كبيره، في كمان اريا ممكن نعمل فيها فاكشن تريننج تتمرني بحريتك، في كلاسز ممكن نقدمها في استوديو معين بيها. جميع انواع الكلاسز احنا بنقدمها، من اول الستيب للفيت بيرنينج للميجا تون، ميكس دانس، بيلي دانس، وكمان عندنا الزومبا. فده بيبقى عندك
كلاسز كتيرة قوي وسكيدجول كبير تقدري تختاري منه جميع أنواع الكلاسز تحبيها، سواء عن طريق الترينينج أو عن طريق الدانسينج. الماشينز متوفرة، لكل عضلة موجودة عندنا ماشين تقدري تمرني عليها بحريتك. دايما طوال الخدمة موجودة عندنا طول اليوم، في مدربات تقدر تساعدك. جيم النادي الأهلي دي ميزة بتقدمها، إن في بروجرام فلور ترينينج بيقدم لك برنامج شهري مقدم مجانا. لو انت حتى عامله 6 شهور او سنه، احنا بنتابعك طوال 6 شهور او السنه عن طريق برنامج فلور. المدربه هي اللي بتكتبه لك، بيبقى موزع على ماشينز الجيم بين الكارديو والاكسرسايز. فدي حاجه هتساعدك ان انت في وقت صغير لو عندك مناسبه او لايف ستايل بتاعتك بتتمرني تقدري توصلي للوزن او الشكل اللي انت حباه. دايما في ناس بتسال سؤال، امتى ابدا دايت رياضه، امتى انزل الجيم؟ بيبقى دايما عندها تخوف ان انا مثلا وزني زايد دلوقتي، طب ابدا الاول دايت بعد كده انزل. طبعا احنا هنستناكي على طول في اسرع وقت لازم تبداي. هتحسي ان خلاص الهدوم بدات تمسك علينا، او ان انا حركتي مش زي الاول، السلم ببدا اتعب من اقل مجهود. حد كبير صغير، كل ده مش هيفرق. لازم نظبط الفيتنس بتاعنا، لازم ابدا اظبط اكلي، مش الدايت القاسي بقى والحرمان والحاجات دي، لا احنا لازم نبدا ناكل اكل متوازن يكون فيه كل العناصر بتاعتنا من كربوهيدرات بروتينز. كمان بناخد يعني الزيوت اللي هي الاوليه اللي بتبقى موجوده في الناتس والحاجات اللي هي الخفيفه. بناخد برده الرز بس والمكرونه، بس بطريقه برده مطهي بطريقه صح، مش الحاجات اللي هي التقيله دي. فكل ده بيتظبط معانا في الجيم، وكل ده احنا بنبدا نمشيكي ستيب ستيب معانا تقدري توصلي للشكل اللي انت عايزاه، ان شيب او لايف ستايل بتاعتك. فدي حاجه هتفرق معاكي جدا على الوقت الصغير وكمان على المدى البعيد، لان مش هتقدري تسيبينا خلاص. دايما برضو دايما بيبقى عندنا سؤال كده، بعمل دايت بس ما بخسش، ودكتور الدايت عامه يقول بلاش نعمل جيم مع الدايت. طبعا ده مفهوم خاطئ تماما. لما انا بعمل دايت وما بروحش الجيم، جسمي بيبدا يترهل اكتر، هدومي هتوسع وكل الحاجات دي، بس مش هبقى ان شيب، شكلي مش هيبقى حلو، شكلي مش هيبقى متناسق، ممكن الاقي عندي ديفو ما بين الابر واللور، مش هقدر اوازن ده غير عن طريق التدريب. دايما التدريب مع العضلات البسيطه عمرنا ما هنوصل للبادي ماسلز اللي هو اللي بيبقى الحاجات العضلات الفظيعه دي، لان احنا ليديز برضو عندنا نسبه هرمون الذكوره ده قليل، متوازن في جسمنا بطريقه قليله. فدايما مهما شلنا ويتس او اتمرنا في الجيم عمرنا ما هنعمل عضلات. بس دكتور الدايت شويه بيخاف، لان احنا عضلاتنا بتوزن على الميزان، فيبدا يقول انا كده عندك بتزيدي، فانت طبعا عايز تنزلي على الميزان. احنا ننسى فكره الميزان خالص ونفكر في شكل جسمنا وصحتنا واللايف ستايل اللي احنا لازم نكمل عليها. احنا ما نتسرعش خالص فكره الميزان، احنا ممكن نوزن كل شهر ونص او كل شهرين، مش لازم نوزن بطريقه مستمره، لان انا وزنت النهارده هاجي تاني يوم بناس عندها شويه اللي هو الهس بتاع الميزان ده، اطلع اشوف وزني بقى قد ايه. لا احنا ممكن نسيب نفسنا خالص من شهر ونص كمان لشهرين. احسن وقت ان احنا نوزن فيه الصبح اول لما نصحى، ما نبقاش طبعا واخدين اي وجبه خالص، فنخلينا اول لما نصحى وقبل التمرين بتاعنا بساعتين. ما يكونش عندنا اول 3 دايز اللي هي في البيريد بنكون جسمنا صافي تماما، بنكون ان احنا مش واكلين اي وجبه، مش عاملين اي مجهود. دي حاجه مهمه جدا، عشان في ناس بتحب توزن بعد التمرين، فاحنا دايما بننصحها بلاش نوزن بعد التمرين، لان ده وزن العضلات بيختلف. دايما في بنات صغيرين او برضو ليديز كبار بيبقوا عندهم متخوف شويه، لو انا عندي البيريد ينفع اتمرن او لا. البيريد دي طبعا حاجه طبيعيه جدا وطبيعه عند كل الناس في العالم، بيتمرنوا عادي، ما فيش اي مخاوف بالنسبه لها، مش هتاثر خالص على طريقه تدريبك. في ناس شويه بيبقى عندهم مثلا الهيدروبين بتاعهم قليل، عندهم مشاكل في السيوله او الكلام ده كله، بننصحهم انهم يتجنبوا التمرين اول 3 دايز. بس الناس الطبيعيين بيتمرنوا عادي، مش هتاثر على مجهودك خالص، بالعكس هتساعدك ان انت تبقي فريش، هتساعدك ان انت وقت البيريد يبقى اصغر، هتساعدك ان انت عندك طاقه ما تبقيش كسلانه او همدانه. فاحنا طبعا بيبقى معاكي بنبقى كمان ملاحظين شكل جسمك، لونك، لون شفايفك، لون ضوافرك، فاحنا بنبقى ملاحظين في الجيم لو في اي عوارض علينا حصلت احنا بنقدر نتصرف على طول. كمان في ناس كتير قوي كانت معانا، اعضائنا المميزين عندنا في الجيم، هم طبعا سنين تعبوا من التدريب والاراده ودروس ما بين الدروس وبره والجيم، والناس اللي مكمله معانا كان عندنا نماذج هايله جدا في التدريب، كل الناس كانت بتساعدهم وكل الناس كانوا بيتمرن معاهم. عندنا نموذج بنوته صغيره كانت بادئه معانا لسه 16 سنه، اسمها مريم، هي خست حوالي 30 كيلو، صورتها معانا بتتعرض. طبعا هي كانت
كانت يعني حجما كبيرا جدا، بس هي كانت فرحانه بشكلها، ولما جت ووصلت الشكل اللي هي عايزاه بقت سعيده اكتر، بقى عندها صحاب اكتر، بقت واثقه في نفسها، تقدر تلبس اللي هي عايزاه، معانا بقت هنا، بقت حاسه ان احنا اخواتها، مش حد غريب عنها، بتروح لكل المدربات بتلجأ ليهم كاسئله كتدريب، كان هي اعمل ده ازاي وما اعملش ده ازاي، حطت لها برنامج خاص ليها بالحاره السنيه بتاعتها بوزنها بشكلها. طبعا دلوقتي في فرق زي ما احنا شايفين، وصلت لحاجه هي فخوره بيها جدا. معانا برده نموذج تاني هنشوفه، فاطمه برده بنوته كانت لسه هتخش على ثانويه عامه، محتاجه تظبط جسمها، تعبت جامد برضو ما بين الدايت والتدريب، لان هي كانت بتحب الاكل جدا، بتحب الاكل الايطاليان اكتر، فشويه حرمان من الاكل ده ظبط معاها جدا. هي لسه في البدايه ولسه هتكمل، مش عايزه تقف، هي لسه مكمله معانا لحد دلوقتي، حتى في ثانويه عامه هتكمل ان شاء الله، يعني مش حكايه الدروس والثانويه عامه هتوقفها. اتمنى ان هي طبعا توصل للشكل اللي هي عايزاه عشان تبقى مبسوطه بشكلها وبالروح اللي هي وصلت لها. اكتر بقى حاجه بتعرضنا كلنا ويعني يعتبر اعداء النجاح بالنسبه لنا، اكتئاب من التدريب والمجهود والدايت. انا عندي فرح، انا عايزه اخس بسرعه جدا جدا جدا، عندي عايزه اروح البحر، يعني عايزه اخس بسرعه جدا. احنا بنقول لك اصبري وطولي بالك، خدي نفس كبير، طلعي بالراحة، احنا معاكي هنشجعك. احنا كل يوم الصبح بنصحى نبعت مسج كده لو عندنا تريننج صبح، جود مورنينج، ظبط يومنا، هنبدأ ننزل نتمرن، خلاص دان، حتى لو هي مكسلة احنا بنشجعها ان هي تنزل. احنا مش السرعة هي اللي هتظبط لنا جسمنا، بالعكس احنا طول ما احنا عملنا لايف ستايل بين التمرين والدايت ده اللي هيظبط معاكي، ده اللي هيخلينا بعد فترة فعلا يعني مش صغيرة ومش كبيرة هتلاقي نتيجه ما بين هدومنا ومقاساتنا وشكل جسمنا والنفسيه كمان بتاعتنا، ان انا خلاص بقيت واثقه في ده. بس انا ما زهقش، ما اروحش الموضوع الادويه والحاجات اللي بتسرع اللي بتبوظ الدنيا، اللي انا خدت في وقت صغير ادويه كده بتبوظ خالص، ترجع تخليني اتخن من الاول بمراحل. ما نلجاش للحل السريع، خلي نفسنا طويل شويه. بنشوف ابطال وناس معاها اولاد صغيرين وتارجت لناس كبار جدا حتى في السن بيخسوا وبيعملوا شكل يعني شكل جسم كويس. بلاش نهرب، لازم نواجه ان احنا محتاجين مساعده، نوصل ان احنا نوصل للحد الصح اللي هيساعدنا، هي دي اول ستيب بالنسبه لنا. كل الناس هنا في مساعدتكم، كل الناس في خدمتكم، احنا دايما مستنيينكم ودايما باب الجيم مفتوح، بس احنا محتاجين منكم شويه صبر صغيرين، وان انتوا بس تنزلوا تيجوا من البيت مش اكتر من كده. وهشوفكم وهنشوف النماذج اللي هتحقق معانا، حتى لو حد صبره صغير جدا، ان احنا وصلنا معاه المراحل عامله ازاي. زهقنا من الماشينز ومن التدريب ومن ان احنا بنيجي، بنقدر نحاول ان احنا ندخل الايروبكس والكلاسز، جو مختلف تماما. حد ما بيحبش يتمرن لوحده بندخله على جروب، يتمرن مع جروب كبير يبدا يشجعه، حتى الكلاينتس هنا مع بعض نفسين حلو جدا، يعني بيقعدوا بيسالوا على بعض، تعالي اتمرني هنا، اعملي هنا. دي الفاميلي دي او عيله الاهلي اللي احنا دايما بنعملها، سواء فوق في النادي او في الجيم، احنا مكملين بيها، مكملين مع عيله الاهلي. فلازم ان انا بس شويه صبر صغيرين، نفس طويل، ده اللي هيخليني اوصل للشكل اللي انا عايزاه. هنبدا بقى ندخل في الجيم اكتر وندخل في الماشينز اكتر. دايما حد يجي يقول لي انا مثلا بطني عايزه اظبط لها، في هنا جهاز عشان بطني والحاجات دي، طبعا بنوجهها على طول للماشينز. طب السايدز عندي جناب عايز اظبطها، فوق شويه عندي حاجات اتخن مش عارف ايه، فاحنا عندنا هنا الماشينز لكل ماسل، فاحنا بنبدا نعمل لك بروجرام الاول متوازن ما بين الابر واللور. بنبدا نحط لك ماشينز كارديو تحرق برده معاكي اكتر في الاول، بنستخدمها في حاجتين، ان احنا ممكن نلوس ويت وان احنا نعمل ورم اب قبل التمرين. بس الناس تبقى بس ماشيه معانا بالبروجرام، تمرين منظم ما يبقاش تمرين عشوائي. دي الستيب اللي هتخليكي تحميكي من الاصابات، تحمينا من الشد المفرط في الاول، هتخلينا احس ان انا تمريني منظم، بدات فين وانتهيت فين. التمرين المنظم هيفرق كتير قوي معانا. فانا هعرض كده يعني شويه اكسرسايز او شويه ماشينز عامه هتفرق معانا جدا في شكل جسمنا، وهناخد اكتر حاجات الناس دايما بتحب تسال عليها. زي ما كنت قلت قبل كده ان احنا عندنا سكيدجول كبير جدا للكلاسز، يمكن عشان انا شويه المتخصصه في كلاس او المسؤوله عن كلاس الكريزي فات بيرنينج. الكلاسز طبعا بيبدا ان احنا لو عندنا ويت زياده او شكل جسمنا كده مش متظبط،
بنقدر نحضر الكلاس ده، بيبقى برضو لو في بيجينرز او لسه حد اول مره بيبقى بالنسبه له عادي، بنمشي ستيب باي ستيب. لو في حد عنده اي اصابه او في حد برضو عنده قصور شويه في عضلات او الحاجات دي، برضو احنا بنبدا معاه ستيب باي ستيب. كل ده بيحصل جوه جروب كبير بيشجع بعض، بيبقى التمرين برضو مستواه يعني في المجهود مش عالي، بس طبعا فيما بعد ما بنبدا ان احنا نحضر كذا مره بيعلى المجهود مع بعض. بيبقى تمرينات كلها بالنسبه لحرق الدهون او تمرينات فاكشن تريننج. طبعا كلنا عارفين تمرين السكوات يعتبر ده مين اكتر في الكلاس، يعني اي تمرين بنعمله. هنشوف برضو النهارده مع بعض منه نموذج هنعمل مع بعض، كلنا كلاس كريزي فات بيرنينج. فانا بشجع كل الناس ان هي تحضر كلاسز عن طريق الدانس او عن طريق الفاكشن تريننج او الاكسرسايز، ده هيفرق معاكم جدا. الجروب اللي بتمرن فيه هيفرق دايما. برضو في حاجه كده لو الناس بتحضر معايا في الكريزي فات بيرنينج، في حاجه احنا مشهورين بيها، ازاي ناخد نفس وازاي نعمل مديتيشن وازاي نخرج واحنا مبسوطين ان احنا بناخد نفس جامد ونطلعه بضحكه كبيره، فكل الناس تخرج من الكلاس وهي سمايل وهي مبسوطه وهي نفسيا بتبقى احسن كده. تكون نهايه حلقتنا، نشوفكم في حلقه جديده من برنامج الاهلي دايت.